كل شيء يبقى مفتوح فوفانا قبل انطلاقة هذه المباراة الكبيرة بين فريق يمثل القارة الآسيوية وآخر يمثل القارة الأفريقية في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية. نهائي مبكر لتحدي آسيوي أفريقي يا مريم على كأس عربية تحمل اسم غالي على الجميع، كأس الملك سلمان للأندية العربية بين النصر والرجاء في هذه الموقع العربية الكبيرة لنأمل أن تكون ممتعة بين الفريقين. كل شيء أصبح جاهز لانطلاقة القمة. محمود البنا يشير لبداية أحداث هذه المباراة. النصر الكرة تصل نحو تاليسكا، تاليسكا عنده فرصة باليسرى قوية لكنها تمرير لكن مفهومة مقروها خطأ من الدفاع، استعادها بروزو طويلة داخل المنطقة باتجاه رونالدو حبنت من جانب أندرسون تاليسكا لكنها في أحضان الحارس أنس بناء هجمة نصراوية طويلة باتجاه تاليسكا سهلة الكرة تعود باتجاه بروزو البحث على الروس عرضية حلوة وخطيرة باتجاه الغنام رجاب البحث من جانب بولكسوت في الجهة اليسرى العرضية داخل المنطقة خطيرة وفرصة لكن الإبعاد من البطولة بروزو بيتش يحاول تصل على جهة اليمين الغنام تموي مرور جميل في الناحية اليمنى يلعب كرة عرضية لكن الدفاع اليوماني بولكسوت كان في اللقطة الماضية تدخل عالم الأندية كرة بالخطأ تصل مرة أخرى لمصلحة الرجاء رحيم بتسديدة لكنها تصطدم في القدم العربية وأيضا على مستوى القارة الأفريقية والآسيوية خطأ يحتسب الحكم لرونالدو معمعة الموسم واستحقاقات كبيرة تاليسكا طويلة رونالدو محاولة لكنها بعيدة على كريستيانو يولو لأحداث هذه البطولة محاولة لمصاتب الرجاء في هذه الأثناء الأمسة لكن فيها تغطية تدخل ولا زلنا ننتظر شرارة الأولى كرة عرضية خطيرة بالرأس خطيرة جدا لكنها للنصر كرة باتجاه تاليسكا مار تاليسكا مار تاليسكا مار تاليسكا تمويه تاليسكا تحضير لرونالدو كرة يا إلهي روعة 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 يا كريستيانو يا سلام على لقطة على مهارة على فن على متعة على كرة على لمسة على سحر على مهارة على كريستيانو كريستيانو يضرب الهدف الأول في هذه القمة بروعة كبيرة تاليسكا صاحب كل شيء في هذه الكرة الكنترول المهارة اللمسة التمريرة كريستيانو موعد مع الأهداف موعد مع الفرحة موعد مع التألق هذه المرة باليسرى في الزاوية اليسرى رونالدو وفيا لأنصاره رونالدو وفيا لأهدافه رونالدو يعرف كل سنتيمتر في المرمى يتغير الخصوم والأندية المنافسة تاليسكا مانية حلوة 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 التمريرات وكرة خطيرة باتجاه رونالدو لكن الدفاع على يمين الحارس نواف العقيدي الكرة طويلة نحو القائم الأول خطيرة لكنها مرت من الجميع ثر وينشر لاعبيه في مناطق النصر كرة عرضية لكن الدفاع تدخل بجانب سلطان غنام وكرة على جهة اليمين تحرك بجانب سلطان غنام في مكان خطير عند المساحة مر الغنام بتسديد كرة يا ولد يا ولد يا غنام الثاني للنصر بروعة كبيرة هدف جميل جدا يا نصر بروعة روعة روعة الظهير الأيمن مهاجم في هذه اللقطة كنا في المباراة الماضية الغنام السعاد شيء من بريقه ومستوياته الليلة يؤكد لنا ذلك في هذه الانطلاقة الرائعة والنهاية الجميلة بكنترول شوفه مرة أخرى الكرة اللي كانت من خيبري خلف المدافعين الاندفاع للرجاء ترك المساحات اللمسة والتسديدة والروعة من ظهير أيمن بمواصفات هجومية سلطان يسجل الثاني حرك بجانب تاليسكا التمرير اليماني يصل كرة ماني رونالدو كريستيانو بكرة لكن الحارم يتم تسجيله بشكل رسمي بسبب عقوبة على الرجاء تاليس مر لكنها طالت عليه سلم في الأصل على ساديو ماني كانوا تسلل على رونالدو تسلل على رونالدو في اللقطة الماضية الكرة اللي كان وعن الفرص وعن الأهداف بروزو يلعب الكرة إلى تيريز يبحث عن كرة عرضية أخرى داخل المنطقة بالرأس بروعة كبيرة ولا فوفانا والثالث
يا نصر الله الله الله. اي متعة، اي كرة، اي عرضية يا تيليز، الضربة الرأسية اسمر يا اسمراني، جميلة جميلة من فوفانا، روعة يا نصر روعة، روعة يا نصر روعة، كرة يا نصر، فن يا نصر، سحر يا نصر، عالمي يا نصر الله، الضربة يا فوفانا تيليز، جميلة 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 جميلة. فتح الكرة عند رحيمي، رحيمي على جهة اليمين، رحيمي مرور جميل متجرب عبد الصمد بدوي بكرة عرضية لكنها، وبعد ذلك من لاعب خط الوسط سيكو فوفانا، البحث من جانب الرجاء، التغطية والتدخل، حلوة 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 على جهة اليمين من تجاي زريدة، محاولة رجائية خطيرة، هدف الرجاء بروعة كبيرة، كان العمل فني ولكن النهاية كانت موسفة للنصراوية من مادو، عمل رائع للرجاء في اللقطة الماضية، الشيء اللي راهن عليه الرجاء في مباراة الليلة، الأداء الجماعي بعد عمل كبير في اللقطة الماضية، هفوة قاتلة في اللقاء الماضي، لا جامي سجل في مرمى، هفوة قاتلة في مباراة الليلة، مادو سجل في مرمى، النصر بأخطاء فردية دفاعية، ربية جانبية للرجاء، لمسة ساديو ماني كايلا زريدة، زريدة محمد زريدة عند مساحة وانطلاقة خطيرة لمصاعة الرجاء، زريدة حاول التمرير لكن ضغط عالي، سعيد همروة كبيرة حلوة بجانب رونالدو، ساديو ماني مع بروزوفيتش ولكن تغطية وتدخل في الهجوم في شوط المباراة الثاني، تاليسكا عرضية لكن عند الحارس على مرتين، كريستيانو يحاول ولا زالت فيها صافية، ونحن على بعد تقريبا دقيقتين على نهاية أشياء كثيرة موجودة عند كريستيانو، يقاتل على كورة من أجل الوصول إلى هدف، طبعا رونالدو خدع الحارس ووضع الكورة في الشباك، سجل رونالدو الهدف الأول لمصعة النصر والهدف بعض الأوقات، لكن استغل واحدة من الفرص المتاحة وسجل هدف بينما قبل أكثر من هدف، كرة أمامية حلوة، شوط المباراة الأول سيداتي وسادتي بأربعة أهداف كاملة في شوط واحد بعرض كبير قدم الزملاء كريستيانو، وتقدم تشكيلة الرجاء، شوط ثاني ينطلق مع هذه التغييرات بالنسبة للرجاء مع هذا الثاني في هذه المنطقة، كرة ومحاولة خطيرة لمصعة الرجاء مع انطلاقة الشوط الثاني، لكن التغطية الكرة بالكعب حلوة لمصعة الرجاء على حدود منطقة الجزاء، لكن التغطية وتدخل وتسديدة بعد ذلك في الباير اللي تقريبا بدون بصمة حقيقية، محاولة في التغطية ولا شيء في اللقطة الماضية، نعم الوردي كان متسلل، الوردي كان متسلل، محاولة مرتدة سريعة، كريستيانو يقودها في جهة اليسرى بتمريرة لكن لمسة على جهة اليمين، محاولة لمصعة الرجاء عرضية داخل المنطقة لكن التغطية بجانب خيبري، مجهود أقل تأمين نتيجة بمجهود أقل، هذا ما يبحث عن النصر بعد ذلك، تيليز التغطية وتدخل، وبعد ذلك تاريخ كبير جدا بغض النظر عن نهاية هذه الوضعية أو نهاية المباراة بهذه الوضعية، لن يقلل بأي حال من الأحوال هذه الأثناء، الكرة تبقى لمصعة الوردي، مجموعة من التمريرات خلف مدافع حلوة للرجاء لكن الكنترول صعب في اللقطة الماضية، زكريا بكرة على جهة اليسار بروعة أيضا لبين تايك، الرجاء في الهجوم بكرة أمامية خطيرة لكن بعد ذلك يبحث عن ركلة جزاء غير موجودة، هذا في قرار حكم المباراة، فالكرة اللي كانت بجانب بين تايك، زرعوني مع النصر حلوة بجانب ساديو ماني، مرة ماني أمام تغطية وتدخل وخطأ حسب الحكم، تاليسكا داخل منطقة تبويه، تاليسكا حاول للنصر لكنه بعد ذلك أمام التغطية، فوفانا وين عين هذه اللقطة، رونالدو على تنفيذ كرة ثابتة حطها للأمام حلوة لكنها صعبة بعيدة على ساديو ماني، بعيدة على ساديو ماني، وصعوبات كبيرة في هذه اللقاء، تمريرة بينية خطيرة لكن أيضا عقيد يخرج فيه في اللقطة الماضية، يساعدها أندرسون، تاليسكا بالقدم اليسرى حطها مرت بمحطة مصعة الرجاء في هذه الأثناء، نوفل زرهولي تمويه، الرجاء بأكبر عدد من اللاعبين، تسديدة ولكن جانب عناصر النصر، تحول سريع لمصعة الرجاء، زريدة يحولها على اليسار، الوردي حطها الوردي لكن للرجاء بلمسة أمامية، الزرهولي داخل منطقة حطها، الغنام يتدخل خطير، جميلة أيضا من جانب العقيدي، ردة فعل رائعة لحارس المرمى، الكرة ضربت، عمل فارق بعد دخوله في هذه المباراة، تدخل طول في هذه الأمسية، تيريز بروزو، تيريز بكرة عرضية، إبعاد بجانب فانا
كنترول تمريره الغنام طلب الكره من جانب كريستيانو وخطيره الى نصر الى زريده محاوله للرجاء بشكل رائع في الجهه اليسرى خطيره داخل المنطقه بكره عرضيه اجواء جماهيريه كبيره هذه مساحه الرجاء في هذه الافلام خلف الرجاء في كل مكان رجاء الباحث عن ردة فعل وعودة كرة تصل على جهة اليسار لزريدة زريدة في مكان خطير كرة عرضية لكن مجموعة من التمريرات لمصلحة الرجاء خطيرة على حدود منطقة الجزاء وتسديدة خطيرة للرجاء على مرتين تألق العديد أمام الحملات الهجومية وإن كانت قليلة في شوط المباراة الثاني خطأ وإنذار على ما يبدو واللقطة الماضية من جانب الروجي أقول على أعتاب المرمى ردت فعل على مرتين تصدي في محاولة يمين لمصلحة الرجاء عرضية داخل منطقة خطيرة وفرصة للرجاء ولكنها مرت بنتي بعد ذلك بالغريب كرة باتجاه كريستيانو ولمسة لرونالدو لكنها بعد ذلك عدى طلب الكرة كان عندهم مشكلة على مستوى الخط الهجومي الفرصة واللمسة الأخيرة ناقصة عند الفريق الوردي بلمسة على جهة اليمين محاولة لمصلحة الرجاء مرة أخرى داخل منطقة خطيرة وناصية ولكن غريب تصل إلى كريستيانو تبويه كريستيانو تبويه كريستيانو تسديد يا إلهي جهة اليمين خطيرة داخل منطقة عرضية وفرصة لكن الإبعاد من الدفاع وتسديد الصدمات وفي الأخير شوفها من كريستيانو لم يكن متسلل مهارة أولى تمويه ثاني تسديد